بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله: وقت العشاء يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر. قلنا على خلاف مع الحنفية في ذلك، الجمهور على أنه يوم الشفق الأحمر، والحنفية على أنه يوم الشفق الأبيض. قال: ويمتد إلى نصف الليل، أي بحيث ينتهي من الصلاة إلى نصف الليل. ونصف الليل يبدأ، يعني يحسب بأن بداية الليل من غروب الشمس ونهاية الليل من طلوع الفجر، لأن الله عز وجل قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. فأول الليل هو المغرب، وإذا حضرت وقت صلاة الفجر فقد انتهى وقت العشاء. فدل ذلك على أنه ينتهي الليل وطلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل ذلك على أن الليل هو ينتهي بطلوع الفجر. قال عن عائشة: قالت: كانوا يصلون العتبة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه أو نصفه. العتبة هي العشاء. رواه أحمد بن ماجة والترمذي وصححه. ثلث الليل أو نصفه على التخير. يعني إما أن يؤخروا إلى ثلث الليل وإما أن يؤخروا إلى نصف الليل. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل. قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وثقة مستقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة، وإسناده صحيح. هذا وقت الاختيار، يعني وقت الفضيلة. لو صلىها في أول الوقت فذاك حسن، وأحسن منه أن يؤخرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. إحنا قلنا نصف الليل 3 ساعة، ما كان الساعة؟ إحنا قلنا 11:30 مش كده؟ إحنا الليل كان طلع كامل مع طوله؟ ها؟ 11 ساعة إلا 10 دقائق، يبقى تلته إمتى؟ 11 ساعة يعني 3 ساعات و30 تقريبا، 3 ساعات المغرب يبقى 9، لا 10 إلا ربع، ها 10 إلا ربع. الظهر ينتهي من منتصف المقالة نحو من شطر الليل، يعني ذهب نحو من شطر الليل فينتهي منها مع بأن حديث جابر الذي ذكرناه أولا ثم
جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، من حديث ابن عمر عبد عمر وقال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط إلى، فدي صريحة في أن هذا ينتهي بها والله أعلم. وإن كان الأمر الآخر محتمل يبدأ الصلاة عند نصف الليل. قال وأما وقت الجواز والانترار فهو ممتد إلى الفجر، أما أنه جواز فهذا ليس بصحيح، يكره أن يؤخر الصلاة ويظهر في الجملة أدلة التحريم، لكن هو وقت اضطرار بمعنى أنه إذا كانت المرأة حائضا فطهرت، إذا يعني كان الإنسان مريضا أو احتاج إلى الجمع فإنه يجمع إلى آخر الوقت. قال أما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. في الحديث من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فدل ذلك على أن من لم يدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس لم يدرك الصبح، فهو دليل على أن صلاة الصبح ينتهي وقتها بطلوع الشمس، حاجب الشمس الأعلى. والإجماع كذلك. قال استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لحديث عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي، وهو الذي ذكرت فيه أنهم كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، لو رواه البخاري. حديث أبي هريرة لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، وليس أن عامة الليل أنه معظمه أو صلاه قبل الفجر. وقد تقدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة لشدة الحر في نصف النهار بعد الزوال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، يعني لم يدخلها صفرة، والمغرب إذا وجبت الشمس أي غربت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآه اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم. غلس يعني لم تسفل السماء من ضوء الشمس، ما زالت هناك ظلمة. قال النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي ورزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، والأفضل أن تسمى العشاء ويكره أن تسمى العتمة إلا أنه ليس كره التحريم، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. رواه ابن ماجه، رواه الجماعة.
وعن ابن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجه قال جدب يعني زجرنا ونهانا. صحيح رواه ابن ماجه. وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة مع شدة التعب قد ينام حتى يضيع الوقت، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى تضييع لكثير من الفوائد. فإن أراد النوم السمر بعدها يؤدي إلى أن لا يستطيع قيام الليل، إلى أنه لا يستطيع يعني أحيانا يستيقظ للصبح إذا تأخر كثيرا بعد العشاء. ثم إن وقت الليل هو وقت النوم والسكون، وهو طبيا بلا شك أفضل للجسد من نوم النهار. قال إن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ. يبقى المقصود بالسمر تضيع الوقت بلا فائدة، أو الكلام والحديث بما لا نفع فيه ولو كان مباحا. فعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في أمر من أمور المسلمين وأنا معه، يعني أكثر الليل. رواه أحمد والترمذي وحسنه، صححه الشيخ الألباني. وابن عباس قال رقدت في بيت ميمونة، رحمه الله، رقدت في بيت ميمونة اللي خالة ابن عباس ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. رواه مسلم. دليل على يعني جواز السمر مع الأهل بعد العشاء. وقت صلاة الصبح يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس كما تقدم في الحديث. كما ذكرنا حساب وقت الفجر فيه اختلاف، والصحيح أنه لا يدرك بالضبط بالحساب لأن هناك عوامل لا يمكن ضبطها بالحساب كدرجة الغيوم ودرجة الرطوبة وارتفاع المكان وانخفاضه لا يمكن إدخاله في المعادلة، ودقة الناظر، دقة عين الناظر وخبرته. لكن يعني ذكرنا الاختلافات قبل ذلك في طريقة الحساب التقريبي، وقلنا أنه لا يصح أن يصلى قبل أن تكون الشمس تحت الأفق بزاوية 18 درجة. يعني يبتدئ الكلام بعد 18 درجة، يعني 17 ونصف، هذا أقرب ما يقال في هذا. قال استحباب المبادرة بها، يستحب المبادرة بصلاة الصبح لأن تصلى في أول وقتها. في حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، أسفر بها يظهر أن هذا الانتهاء من الصلاتين، صلى مرة بغلس وانتهى والغلس لا يزال قائما، وأسفر بها تحت يعني إما أنه صلى بها وقت الإسفار أو أنه انتهى منها وقت الإسفار، هذا أظهر لأنه صلى بغلس كما في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
وسيأتي الدليل الأوضح في أنه ينتهي منها أن معنى الحديث أنه ينتهي منها بتغليس. قال: ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر. رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح. صح حسن. وعن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات ببروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة. الغرط الكساء تلتهف به وتتغطى. ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. إذا انتهت الصلاة وهن وإيه والوقت ما زال بغلس. وأما حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح أو أسفروا فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال البني حسن صحيح. فإن أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيها، أي أطيل القراءة فيها حتى تخرج منها مسفرين كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن. هو يجوز الصلاة مع غلبة الظن بطلوع الفجر، ولكن إذا تحقق بدرجة من الإسفار بوضوح الرؤية فهذا أعظم الأجر في هذه الحالة. الظاهر الأول أنه أريد به الخروج منها، وقد كان عمر رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يوسف أو يقرأ بالنحل أو نحوها من السور حتى يجتمع الناس. فمثل هذا إذا بدأ بغلس انتهى عند الإسفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي أحيانا بغلس، والله أعلم. ذهب الحنفية إلى استحباب الإسفار إن كان يعني في بعض البلاد التي ينتشر فيها هذا الحنفي تجدهم يقيمون أو يؤذن، بعضهم يقيم الصلاة وبعضهم يؤذن أذانا أولا في الوقت وبعد ساعة وزيادة يؤذنون ويصلون بعدها. يعني في تركيا وضع عجيب جدا بالنسبة لنا، وضع غريب بالنسبة لنا، يعني على مدى الحنفية يؤذنون في الوقت الأول الأذان الأول وبعد نحو الساعة والدنيا قد أسفرت يؤذنون ويصلون، يصلون النافلة ثم يصلون الفريضة. كلمة أعظم لأجوركم إنه أعظم للأجر، هذا أنا لا يصلي عند غلبة الظن. يجوز أن يصلي عند غلبة الظن بطلوع الفجر، ولكن الأفضل أن ينتظر حتى يتأكد تماما ويتحقق طلوع الفجر، وهذا لا يحصل إلا من أوع من الإسفار. وليس الإسفار هو المقصود يعني في الحديث بأنه ينتشر الضوء جدا. الحديث كنا نساء المؤمنات يقضين الصلاة لا يعرفون أحد من الغلس صريح. حديث عائشة: كل نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، إلى قولها حين يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس، صريح في أنه ينتهي من الصلاة إلى غلس. فأحيانا يطيل حتى يسفر، وأحيانا
يصلي بغرس، والأغلب أنه ينتهي من الصلاة بغرس، والأفضل أن يطيل، ولكن قد يشق ذلك على الناس. الأفضل أن يصلي الفجر بعد التحقق تماما من طلوع الوقت، وليس في يعني بدايته مطلقا، يعني إنما يتأكد تماما من طلوع الفجر، ويطيل الصلاة حتى يسفر بعدها، يخرج منها بمسفرة. إدراك ركعة من الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه الجماعة، وهذا يشمل جميع الصلوات، ومعناه أنه يجب عليه أن يتم باقي الصلاة بعد خروج الوقت. فلو صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس ويكمل الصلاة ثلاث ركعات بعد غروبها فقد أدرك العصر، وهكذا في الصبح. وفي سائر الأوقات. قال وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. والمراد بالسجدة الركعة، زي ما الركعة سنة ركعة، وهي بكمالها من حديث المسيء صلاته من أول القراءة إلى السجدتين تسمى ركعة، وسميت بجزء من أجزائها وهو الركوع، فكذلك تسمى سجدة بجزء من أجزائها. المقصود ركعة بسجدتيها، حيث يتم السجود الواجب قبل أن ينتهي وقت الصلاة. السجدة الثانية يقول فيها سبحان ربي الأعلى قدر الطمأنينة قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، يبقى صحت صلاته بسجدتيها، يدرك القدر الواجب من السجدة الثانية في الوقت، يبقى أدرك الصلاة. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقتي كراها، أن يكون إذا كان معذورا، أما إذا كان غير معذور فهو مكروه له أن يؤخر الصلاة، بل لا يجوز له أن يؤخر الصلاة. الواجب عليه أن يوقع الصلاة كلها في الوقت، ولكن إذا حدث له عذر فأخر فقد أدرك الصلاة. قال: وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، ومن العلماء من يقول بل بإدراك تكبيرة الإحرام، وهذا الحديث يرد عليهم، إذ لا دليل على اعتبار تكبيرة الإحرام في إدراك الصلاة، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم على الركعة، فمفهومه إذا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. قال: وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. نعم، يبقى الصلاة لا تكره الصلاة، يعني يقصد أنه لا بد أن يتم، ومن كان مضطرا كامرأة تنتظر طهارتها من الحيض فإنها إذا اغتسلت فصلت ركعة قبل طلوع الشمس، فالركعة التي تليها قد صلتها أو عليها أن تصليها، والشمس بين قرني شيطان، ومع ذلك لا يكره في حقها. النوم عن الصلاة أو نسيانها: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين أذكرها. في حديث أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه شيخ الألباني. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
رواه البخاري ومسلم. ومثل النسيان، نسيان ركن أو شرط من شروطها، فلو أنه صلى بغير وضوء ثم تذكر بعد خروج الوقت فعليه أن يصليها لأنه نسي الصلاة بنسيان الوضوء. عن عمران بن حسين فليصليها، إذا حديث أنس فمن نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، يعني يدل على أنه يلزمه يعني مباشرة على الفور، ولكن دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تأخيرهم صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس على جواز أن يعني يتوضأ ويصلي النافلة ثم يصليها، لكن لابد أن يبادر النافلة إلى سنة الصبح. عن عمران بن حسين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا، تعريس النزول آخر الليل للراحة، فلما استيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال إلى طهوره، قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم قام فصلينا. فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال أنهاكم الله، أنهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم. رواه أحمد وغيره، بمعنى أنه ليس عليه أن يعيدها مرتين، بل قد وقعت في مجزئة لأجل النوم أو النسيان. أقول قولي هذا، أستغفر الله.